قبل ما ابدا الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا القناه. اللايك بيخلي الفيديو يتنشر ويوصل لغيرك، وتشترك في القناه انت مش مشترك، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد من القناه الجميله اللي هي احمد هاب وطيور والاسماك. فبس مش حابب اطول عليكم، يلا نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه يا جماعة؟ النهاردة يا جماعة هتكلم عن سمكة المندرين اللي هي ماندرين فيش. في ناس بتقول عليها سمكة التنين، يعني مسميات كتير. فاحنا دلوقتي هتكلم عن معلومات عنها بقى، ازاي تغذيها وتكسرها بقى وكله الحوض المناسب. فا يلا بنبدأ. أول حاجة موطنها الأصلي، موطنها الأصلي تيجي منه بياخدوها بقى وبيحطوها في مكان حاجة، لأن السمكة دي طبعا ما قليل ما بيكسروها، يعني أكتر حاجة لو مفيش اللي هي الحالة اللي فاتت يعني دي. فدي بياخدوها صيد كده على طول بيحطوها في حجر، بس انت برضك هتحجرها وبقت حجر كده، وفي ناس بتبيع على طول ما بتصنعها. فانت هتحجرها بقى وتدخلها الحوض، وهي دي يعني موطنها الاصلي. بس هو ده موطنها، بتعيش كده في مياه الضحله اللي هي الدافيه. والسمكه دي من الاسماك اللي هي ما بتتحركش كتير، فهي مش تحتاج تغذيها كتير، وهنتكلم على حته الغذاء دي قدام شويه. بلو ماندرين، جرين ماندرين، ريد ماندرين او دراجون ماندرين. ايه الاسماء دي؟ اللي هي ماندرين الخضراء اللي قدام في الصوره، والزرقاء والحمراء. وحب منوه على حاجه كمان، السمكه دي من المالح، عشان ما حدش يعني يفكرها من فريش ووتر، هي ميه عذبه كده تحطها وتلاقيها ميه على طول، مش هتفهم موت ساعتها، عشان يعني تعرفوا يعني. بس عشان في ناس ممكن ايوه تعرف ان هي ميه مالحه، وفي ناس تانية لا ممكن تفكرها ميه عذبه عادي. حتى في الصور اصلا باينه ان هي ميه مالحه، بس يعني عشان تكونوا عارفين ان احنا بنتكلم على حاجة مالحة. والأصل السمكة دي اللي بتدعمونا في السلسلة دي، من أصل السمكة دي. جرب أكتب معلومات عن سمكة المندرين كيفية التربية، مش هتلاقي غير الفيديو بتاعي بس، إن أنا أول واحد تقريبا من اللي عمل السلسلة دي. فنتكلم دلوقتي عن التمييز بين الذكر والأنثى. النتاية زي ما انتم شايفين كده، هو ده شكل النتاية بيبقى عندها. هحطلكوا صورتين دلوقتي. النتاية بيبقى بصوا يبقى كده عادية، الذكر بيبقى عليه كده حاجة كده نطوق كده، وراكم الصورة يعني عشان تبقى واضحة يعني. هي هو ده الصفة الذكر النتاية، سهل جدا يعني مش محتاج حاجات يعني، ده وانت يعني عايز تفرخه يعني من تفريخه تحتاج تعمل حوض لوحده أصلا، وحاجات تانية كده عجيبة. أصلا السمك ده من السمك اللي هو بيهتم بالصغار، اللي هو ايه يسيب البيض كده على طول، حتى لو ممكن يشوف بيضه ياكله عادي يعني مفيش مشكلة لو قابله يعني. هو بس بيرمي البيض كده، بس هو ده بيرميه كده وبيكبر عارف ازاي يعني. ده من السمك اللي هو مش زي السمك اللي هو بيهتم ببيضه اللي هو يفضل يهوى عليه وكده، لا ده مش شاكل معاه النظام ده. السمكة دي بتحطها في حوض حجمه قليل، لان هي اصلا متحتاجش مساحة كبيرة، ممكن تحطه في حوض مثلا 80 سنتي. اصلا كده كده في المارين اكتر حوض مناسب ليك تبدأ في الهواية بيها هو 120 سنتي، فانت كده اصلا حلو للمندرين جدا. لو عندك سمكة بتحتاج اكتر من كده كبر الحوض مفيش مشكلة، كل ما كان الحوض اكبر كل ما كان شكله اعلى، عشان يعني كل ما صغير الحوض يعني تكتر المشاكل، كل ما صغير الحوض تكتر المشاكل، كل ما كبر الحوض تقل المشاكل، صح؟ هتحتاج تزود مساحة يعني وكده يعني الحوض يعني. فهو دي يعني باختصار مساحة، ما بتاخدش مساحة خالص يعني. وأصلا دي سمكة بيسفول أو مسالمة، وهنقول لكم الأسماك المتوافقة معايا. عندك الكلام فيش بأنواعها، السيرجن فيش والسمك الجراح اللي هي لوتان كيلوتان، اللي هي الحاجات دي. عندك يعني اي سمكة مسالمة تانية تقدر تحطها معاها. عندك السمك اللي هو السيمي اجريسيف، ده
ممكن تحطه معاها شويه، بس تخلي بالك من هو اللي هو لازم يكون حوض كبير عشان ما يعورهوش، اللي هو سيمي اجريسيف اللي هو شبه عدواني، اللي هو عدواني سنه صغيره. مش هتحط طبعا، مش هينفع تحط سمك اجريسيف جدا طبعا، معنى كلمه اجريسيف يعني عنيف، مش هينفع تحط سمك اجريسيف خالص عشان ده هيبهدل السمكه دي. عايزين نعرف هي ريف سيف ولا لا، وكلمة ريف سيف يعني آمنة على المرجان ولا لا. السمكة آمنة على المرجان، ما تاكلش المرجان خالص، ان في سمك عادي عندك ممكن ياكل المرجان ما عندوش اي مشكلة، فالسمكة دي آمنة بنسبة 100% على المرجان. السمكة دي ريف سيف، تقدر تحطها على المرجان وكده. السمكة دي بتاكل ايه؟ يعني بتاكل حاجة اسمها البودز. البودز دي كده كائنات دقيقة، هي بتاكلها كده كائنات صغيرة، بتحطها في حاجة كده اسمه، بتحطها في الصن كده، في الصن حاجة اسمها ريفوجيم. الريفوجيم ده بتستزرع فيه نقطة حالب كده، في كذا نقطة حالب كده في المارين، تستزرع في نقطة حالب البودز دي بتبدأ تنمو فيها، اللي هي الكائنات الدقيقة اللي احنا قلنا عليها دي. هتبدأ الكائنات دي تكتر بقى، فالسمكة بقى تبتدي تتغذى عليها. يعني هي دي الأكل، يعني متأكلهاش أرتمية ولا حاجة، الأرتمية ولا لا، هو البودز مفيش غيرها، وهو البودز يعني هتحطه في السمك هو كده هيتكسر. ويستحسن تجيبها بدري شوية كده، قصدي تأخر شوية كده عشان تلحق البودز تتكاثر. في علب بودز كده بتتباع لو لسه متكسرتش عندك، يعني بتتباع كده تحطها عشان تتكاثر أحسن، أو في ناس عندها ما بتظهرش أصلا، يستحسن أنت تجيب العلب دي اللي فيها بودز عشان إيه تخليها تتكاثر. فهو ده أكل يعني، مش حاجة كبيرة يعني، مش حاجة كبيرة يعني. الأكل هي محتاجة تقريبا 1000 بودز في اليوم، والبودز أصلا بيتكسر في سنة كده، سنة كده تلاقيه 100,000 واحدة، فمش تقابل معاها مشكلة يعني في الأكل أوي يعني. اللي هيسأل السمكة دي بتتكسر إزاي؟ أو قبل ما أنت أقول ده، لو عايزين تعرفوا إيه فايدة الريفوجيم إن أنت بتزرع في الطحالب عشان تكسر البودز وكده، بيمتص النترات كده والحاجات الضارة والأمونيا وكده يعني، فهو ده فايدته يعني. طبعا لازم دورة بيولوجية وكده يعني عشان تعمل، بس هو ده المهم يعني، فايدته الأهم يعني. حتى لو مش هتجيب المندرين أصلا فيه، إن أنت تكسر فيه إن أنت يعني تشيل الأمونيا وكده، النترات أصلا، الأمونيا دي البكتيريا كده. عايزين نعرف ازاي نكسر السمكة دي بمنتهى البساطة. انت هتجيب حوض السمك عادي جدا، هتجيب الذكر والانثى، تبتدي بقى تغذيهم البودز وكده. وفي ناس بتخليها تاكل دراي فود اللي هو الاكل الجاف عادي، بتدربها عليه بقى لحد ما تلاقي الذكر والانثى يتفاعلوا مع بعض كده. طبعا الحوض لازم ما يبقاش فيه حاجة عشان البيض هيحصل حاجة. بعد كده يبتدوا بقى يلفوا كده في بعض كده، يبتدوا يمسكوا في بعض جامد، يبتدوا يلفوا ويطلعوا في حتة كده، يطلعوا في سطح المية كده، بتبقى على سطح المية، ويبعصروا البيض، يبعصروا البيض كده، فالبيض بقى يعيش حياته بقى. بعد كده انت هتشيل الجواز وهتسيب البيض بقى وتبتدي تغذيهم يعني، بس هو ده كل الموجود يعني، وده اللي انت هتعمله يعني، سهل جدا، ما فيش اسهل من كده. مش عارف ليه الناس ما سمكة المندرين دي جميلة، مش صعبة في الانتاج ولا اي حاجة، اسهل سمكة في العالم، اسهل حتى من نيمو او كلاون فيش يعني. يعني السمكة دي ما فيهاش حاجة تقريبا، مش فيها حاجة، لو انت بتحطها بتحط بقى هي فبس. هذا الفيديو بقى، متنسوش تعملوا لايك واشتركوا القناة لو مش مشترك، اللايك بيساعد ويخلي الفيديو ينشر ويستفاد زي ما انت استفدت بالمعلومة لو انت عامل سبسكرايب لنا. واشترك في القناة عشان تدعمني، ان الاشتراك بيساعدني وبيحفزني ان انا انشر فيديوهات اكتر. فبس هذا كان معايا النهاردة، وده كان فيديو، فمع السلامة.